ما بين البكار وما بين القعدان لمنافسات الجذاع. إذا ننطلق مشاهدينا الكرام. إذا مشاهدينا الكرام ننطلق الآن مع المركز الأول ونتابع من تحتل المركز الأول. هنا بنت الباز. بنت الباز مشاهدينا الكرام تحتل المركز الأول للسيد عبد الله بن سالم بن لدهم المري، هي من تحتل المركز الأول الآن. بنت الباز الدور على المركز الثاني، نتابع من تحتل المركز الثاني. من هناك بنت الفارس للسيد سعود بن عبد الله النعيمي، هي من تحتل المركز الثاني وتنطلق على مستوى ومسار الميدان الأيمن. الدور على المركز الثالث، هنا مزناتة تتواجد في ثالث المراكز للسيد راشد بن مطر بن سعيد المريخي. والدور على المركز الرابع، الفائزة تسللت الآن لعبد الله بن جار الله بن بخيت المري، ولكن هناك دخول، هناك تسلل من قبل الغزيل. الغزيل تسللت الآن وانطلقت الغزيل إلى ثالث المراكز للسيد شهوان بن غانم الشهواني، بينما المركز الرابع هنا الفائزة وعبد الله بن جار الله بن بخيت المري متواجد. إذن بجار الله على المركز الرابع ومنطلق مع الفائزة. المركز الخامس، هنا تأتينا مزنة لراشد بن مطر بن سعيد المريخي، وها هي خماسية المقدمة، ولكن يحصل تغيير على مستوى المركز الخامس مع الدوحة لخليل بن ناصر الشهواني. ها هي النتيجة إذن للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة، ونعود إلى صدارة هذا الشوط. هناك بنت الفارس هي من غيرت الآن وانطلقت بنت الفارس إلى المركز الأول. إذا مشاهدينا الكرام ها هي بنت الفارس، هي من انطلقت وتجاوزت كل هذه الجموع، وبالتالي بنت الفارس هي من تتواجد على رأس قائمة هذا الشوط وعلى رأس الحربة. هناك بنت الفارس وسعود بن عبد الله النعيمي، مشكور يا أبو عبد الله. سعود بن عبد الله النعيمي هو من ينطلق الآن مع بنت الفارس. بنت الفارس الآن تحتل المركز الأول وتقود المسيرة في هذا الشوط لسعود بن عبد الله النعيمي. إذا بنت الفارس هناك على المركز الأول، الدور على المركز الثاني، أتابع هنا بنت الباز تحتل المركز الثاني. بنت الباز وعبد الله بن سالم بن لدهم المري قادم. إذن هذا الشعار مع بنت الباز في ثاني المراكز، وعبد الله بن سالم بن لدهم المري هو المنطلق والمتواجد مع بنت الباز على مستوى المركز الثاني. نقلة وانتقالة على ثالث المراكز، الفائزة إذن في المركز الثالث تمني النفس بالفوز وتنطلق الآن في المركز الثالث مع عبد الله بن جار الله بن بخيت المري المطوع، إذن يتواجد مع الفائزة في ثالث المراكز. نتابع المركز الرابع وهنا الدوحة، وخليل بن ناصر الشهواني هو القادم بجديده وبمنافسات تحدي هذا الموسم. الدوحة في المركز الرابع، خليل بن ناصر الشهواني، بينما المركز الثامن هنا وصلت الذهيبة. الذهيبة وصلت الآن تجاوزت الذهيبة من مركز إلى آخر. يا سلام، هذه الذهيبة التي عودتنا بمستوياتها الطيبة وبأدائها الرائع في الموسم الماضي، أراها تشاركنا اليوم وتنطلق الذهيبة. الذهيبة لعبد الله بن غانم بن سيف الخيارين، وصلت الذهيبة الآن وانطلقت الذهيبة في المركز الخامس لعبد الله بن غانم بن سيف الخيارين. ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام، أذعناها على حضراتكم في ندائنا الثاني بانضمام الذهيبة التي نعدكم بمستويات راقية ستقدمها لكم في هذا الشوط وفي هذا الموسم. إذا متابعينا الكرام هكذا هو نداؤنا الثاني، ونعود إلى أخبار بنت الفارس. ما الذي تقدمه الآن بنت الفارس؟ هذا بالفعل ما سنوافيكم فيه الآن بعد أن أنهينا نداءنا الثاني. عدنا لنجد التقدم ما زال لمصلحة بنت الفارس، وهي الآن العنوان المميز لهذا الشوط.
التقدم مع بنت الفارس، المركز الأول مع بنت الفارس. يا سلام يا سعود يا بن عبد الله يا النعيمي. إذا النعيمي عبد الله أو سعود بن عبد الله النعيمي هو من يحتل المركز الأول، وهو من يحكم القبضة والسيطرة على هذا المركز المميز. أشوف بأن بلدهم واصل الآن مع بنت الباز، مع بنت الباز عبد الله بن سالم بلدهم المري. إذا منافسة بين سلالة الفارس وبين سلالة الباز، ما بين بنت الفارس وما بين بنت الباز سيكون التحدي وسيكون الصراع وسيكون الحوار على المركز الأول وعلى المركز الأميز على مركز الناموس. يا سلام. إذا بنت الفارس على المركز الأول، سعود بن عبد الله النعيمي المركز الثاني، بنت الباز لعبد الله بن سالم بلدهم المري. أما المركز الثالث فأرى فيه ما زالت مشاهدين الكرام الفائزة لعبد الله بن جار الله بن مخيت المري هي المتواجدة على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الذهيبة للسيد عبد الله بن غانم بن سيف الخيارين، بينما المركز الخامس أرى هنا القدوم والتسلل على مستوى المركز الخامس من اسم جديد أيضا ينضم إلينا، اسم جديد ينضم إلينا في هذه اللحظات. هذه إذن الذهيبة، الذهيبة هي من انطلقت الآن وتواجدت في المركز الخامس للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ويضمر الذهيبة ناصر بن سالم المكسور. هاي النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى في ندائنا الثالث، وهناك أرى بأن هناك اسماء بدأت تقترب الآن من الأرقام الخمسة الأولى المذاعة التي يسمح لها بالإذاعة. أعود إلى صراع السلالات، صراع سلالة الباز وصراع سلالة الفارس، وهنا الحوار الاستثنائي، هنا الحوار الثنائي ما بين بنت الباز وما بين بنت الفارس. بنت الفارس المسيطرة مشاهدينا الكرام. سعود بن عبد الله النعيمي ما زال يحاكي ناموس هذا الشوط، يحاكي ناموس هذا الشوط بالمستوى الكبير التي تقدمه لنا بنت الفارس. الكيل الأخير يا النعيمي، يا أخوي يا النعيمي، الكيل الأخير، خلاص خلاص خلاص، ما عاد في كيلو غير ذا الكيلو يا سعود. الله 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 الله، بنت الباز تتسلل الآن، تتسلل بنت الباز وتغير إلى المركز الأول، ولكن بنت الفارس يا سلام صدرت التعليمات الآن وانطلقت بنت الفارس. حرك يا النعيمي، روح روح يا النعيمي، يا سعود يا بن عبد الله. أشوف الخيارين قادم، وفيصل بن طالب بن شريم كذلك قادمين بقوة على مستوى المركزين الثالث والرابع، ولكن بنت الفارس المسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظات تنطلق وتواصل الانطلاق نحو ناموس هذا الشوط. يا سلام، بنت الفارس إذن في المركز الأول، سعود بن عبد الله النعيمي المركز الثاني. أشوف الخطورة مع الذهيبة، الذهيبة الذهيبة، وهناك أيضا القدوم مع مزون لفيصل بن طالب بن شريم المري، ولكن بنت الفارس، بنت الفارس على المقدمة، بنت الفارس على الصدارة. سعود بن عبد الله النعيمي ما زال محافظ على الصدارة، ما زال منطلق في المركز الأول، ولكن الذهيبة الذهيبة الذهيبة، الله يا الذهيبة 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 الذهيبة، يا سلام. وبالفعل الذهيبة والنقطة الثانية للخيارين في هذا الصباح مع الذهيبة لسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين المركز الثاني، بنت الفارس لسعود بن عبد الله النعيمي المركز الرابع أو المركز الثالث. المركز الثالث مزون لفيصل بن طالب بن شريم المري، المركز الرابع بنت الباز لعبد الله بن سالم بلدهم، بينما المركز الخامس كان من نصيب الغزيه للسيد فرج بن ناصر بن حفيظ المري. مشاهدينا الكرام، اذا احبتي الكرام، هكذا هي رياضه سباقات الاجن، تتلاعب في الاعصاب دائما. بنت الفارس هي التي كانت مسيطره بنت الفارس هي المسيطرة وهي التي كانت متصدرة منذ بداية هذا السباق وحتى الخمسين متر الأخيرة التي جاءت فيها الذهيبة
لتنتزع منها المركز الأول، وهنا الإعادة للتوقيت الزمني 9:42 21 جزء من الثانية. تهانينا لمالك الذهب سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وتهاني للمضمر الخبير ناصر بن سالم المكسور. المركز الثاني بنت الفارس، وتحية نوجهها لسعود بن عبد الله النعيمي مصحوبة بالتهنية على المستوى الكبير التي قدمته بنت الفارس. توقيتها الزمني 9:43 وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لسعود بن عبد الله النعيمي. المركز الثالث كان من نصيب مزون، وقطعت المسافة مشاهدينا الكرام مزون في توقيت مقداره 9:45 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مزون السيد فيصل بن طالب بن شريم المري. أما الآن فأنقل الكلمة للزميل محمد.